مرحبا يا كابر، صباح الخير. رجعنا لكم في هذا الفيديو على قناتنا عبود وحمود تيوب. طبعا جماعة الخير، اليوم احنا طالعين رحلة، فانا قررت ان اصوركم هذا الفيديو واشارككم في الرحلة معي، فخليكم لاخر الفيديو. لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب ويلا معانا عشان تعرفوا الرحلة. المهم جماعة الخير، هاي احنا رايحين عن مكان اللي راح نتجمع فيه عشان نروح، فانا هيني ماشي. فطبعا يا جماعة الخير، كثير منكم حيقول انا رايح رحلة ليش لابس جلابية. انا يا جماعة الخير لابس جلابية بس لكن تحتيها الاواعي، فعشان هيك انا لما اروح غاد راح ايش اغير، وعشان القصة خليكم معانا. المهم يا جماعة الخير، هاي رايحين، هاي عبود. صباح الخير. صباح النور، كيف حالك يا عبود؟ اهلا وسهلا. طبعا يا جماعة الخير، هاي رايحين، هاي عبود معنا، وهي الشباب بدهم ايش يتصور. اصورك؟ لا مش تعب. وانت؟ خلاص تمام، هاينا رايحين. اوه يا وردي قد جايين اولاد، انا مبين عندي من هنا قد جاي يا وردي. هذا ايش فخامة الرحلة، يلا خليكم معانا اصوركم كل شيء اول باول. يلا وين يا جماعة الخير، وصلنا المكان، وهي الشباب كله توقف نستنى اللي هو الباص. طبعا يا جماعة الخير، احنا طالعين مع المسجد رحلة قبل المدارس. هينا قلنا لكم وين رايحين، فهينا وصلنا المسجد، وهينا قاعدين نستنى اللي هو الباص والشباب. وخليكم معانا عشان نصوركم كل اشي اول باوله، وحطوا لنا لايك خليكم معانا. وطبعا يا جماعة الخير، الساعة 7 الصبح وفيش ولا حدا بالشارع. هاي طبعا الشارع فاضي، ف الواحد متحمس كتير انه يروح. واي يا جماعة الخير، اجى الباص وهينا نركب، خليكم معانا. وهينا يا جماعة الخير بعد الطريق، هينا رايحين، خليكم معانا. وهينا يا جماعة الخير، طبعا نزلنا من الباص وهينا وصلنا المكان. طبعا في شوية دوشة بس عشان صوت الشباب، فهينا من الخوش، فخليكم معانا راح اخذكم كل لحظة اول باول. وهينا يا جماعة الخير، خشينا اللي هو الشاليه، وهي انا غيرت ولبست. طبعا صوت الدوشة كتير، الاولاد والشباب بدوا يصبحوا، وانا هيني بدي انزل شوفه. طبعا هي الاولاد كلهيتهم، وانا هيني بدي انزل، فخليكم معانا. وهي يا جماعة الخير، نطيت في البركة هيني، وهيني طلعت منها عشان اصور لكم. وهي عبود ليش قاعد ها؟ والله توي اكلنا انا وصاحبي اسماعيل. صورك اسماعيل؟ اي اسماعيل، يلا معلش. وهي الشباب بيسبحوا، خليكم معنا يا جماعة الخير، الاجواء فخمة. هي البركة الصغيرة ولا حدا بيسبح فيها. وهي هنا الشباب بيسبحوا، وهي غاب برضو. هاي هم، وهي الشباب قاعدين بيسبحوا، وهي انا هنا، والاجواء خرافية. طبعا جماعة الخير، انا تو نزلت في البركة بس عشانها لسه ساقعة هيك فطلعت منها، فعدي راح انزل وخلي عبود يصورني. طبعا هي الشباب كلهيتها كلهم بيطلعوا علي عشان قاعد بصور. طبعا دوشه كتير، والبركه يعني لحالها شو فخامه، فخليكم معنا راح اصوركم كل شيء اول باول. وهي جماعه الخير، نزلت على البركه، والبركه ثلج سقعه. طب يلا افطر. ولع مجنون ايش سوى؟ يقاطع. لا حركه خطيره جدا. خليكم معنا يلا. يا جماعة الخير، أنا قاعد بسبح وعبود قاعد غير مش راضي. عبود تعال. مش راضي. خليه غير خلاص، خليكم معنا وكل شيء راح يصير فيهم أول باول. طبعا يا جماعة الخير، أنا سيبتهم قاعدين بيسبحوا، قاعد هم باكل مكسرات. هاي بزر وذرة وفستق، وكمان بزر هيو. والله سيبتهم قاعدين هيو بيسبحوا، وقاعد أنا ومحمد. حبيب قلبي، حطوا لايك، أهم شيء اللايك، لايك وشير. الله يسعدك، اسمعوا كلامه وحطوا لايك. وهنا قاعدين بناكل، إحنا مالناش دعوة فيهم، عدة بنسبح لسه مطولين، خليكم معانا. وهي يا جماعة الخير، عبود ينط، يلا نط. واحد
طبعا يا جماعة الخير الشباب قاعدين بيلعبوا مع عبود. ايوه جماعة الخير وصل الغداء من عنده الدق. هيو الأمانة طعمه بشهي. طبعا بيجي معه كمان تراشي وسلطة وسلطة وكمان صوص وصوص. للأمانة شي بشهي. وهي عبود والشباب كلهم قاعدين بياكلوا. أنصحكم تجربوه. خليكم معانا لأنه إحنا لسه بعد الغداء راح نرجعكم ونكمل معكم. فخليكم معانا. طبعا جماعة الخير اللي هو تشيكن بيكانتي مع الكولا اشي ضماء. كيف يا عبود الاكل؟ والله الاكل لذيذ. سلم يديه ودق ودق. طب يا جماعة الخير احنا روحنا على البيت وما قدرتش اني اصور لكم زي ما قلت لكم فسمحوني كتير. فبهيك بقدر اقول لكم انه خلص فلوك اليوم فيديو اليوم. فبتمنى منكم انكم تدعمونا باللايك والشير وانتظرونا فيديوهات جديدة على قناتنا عبود وحمود تيوب. وبنشكركم جميعا وبنشكر اي واحد بتابعنا وبشاركنا وبحطنا لايكات. وكل الحب والاحترام لكم. لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب. مع السلامه.